السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. هذا الفيديو ديال اليوم غيكون شي حاجة رائعة، تبع معايا لا فيديو حتى الأخير. بالنسبة لبزاف ديال الأخوان قالوا لي، خصوصا واحد السيدة دائما كتقول لي خصك تقول لنا الطعم ديال كل الفواكه عندكم في الغابة، وكان واحد السيد اللي قال لي خصك تورينا شنو هما الفواكه أو الخضروات اللي عندكم في الغابة طالعين هنا في الفلبين، يعني مازال ما حتى شي واحد، يعني ديال الله ديال الغابه. يلا خليكم معنا الاخوان، حنا غاديين دابا، رانا غادي غير بالحفا لان الشتا وما يصلحش ليا لا نلبس لا سبرديله لا صباط لا والو. هنا الصراحه خاصني داك بوكا خنز داك القوطاس ديال البلاستيك هو اللي خاصني. يلا خليكم معنا. اول حاجه الاخوان غادي نبداو بهاد الشجره هذه، صراحه كنخصصها اني تكون معايا باش تقول لي الاسماء ديال هاد الفواكه، لانني صراحه ما عرفتش. نبداو باول فاكهه اللي هي هذه، ما هي اخوان؟ هذه هي اول فاكهه عندنا، ما هي اخوان؟ هذه هي اول فاكهه عندنا. الشكل ديالها كيفاش داير؟ وعندنا واحد الشجره واحده اخرى اللي هي هذه. هذا الطعم ديالو الاخوان حامض. المهم من بعد غادي نجيب، من بعد ان شاء الله انا غنشوف شي واحد اللي يجبد لنا هادو اللي طالعين الفوق، لان خاصني واحد القصبه طويله وفيها واحد الكروشي باش يمكن لي انني يعني نضربهم نحيدهم. عندنا واحد الفاكهة الثانية اللي هي هذه ديال هاد الشجرة، هذه تاع هاد الشجرة الإخوان. ها هي فين هي هاد الفاكهة؟ غادي نستخدمو هاد الموس هذا على قبال أننا ماضي وكنخدم غير بيد وحدة. المهم الاخوان هي هذه، المهم الفاكهه اللي هي هذه، ها هي فين هي؟ هذه هي الفاكهه. خليكم معنا من بعد ان شاء الله غادي نفتحوا الفواكه كاملين وغادي تشوفوا الشكل ديالهم من الداخل كيفاش داير. المهم احنا داخلين الاخوان هنايا الغابه، هنا باش زوين الاخوان، يعني هنا الناس ديال الفلبين يعني ما كيرميو لا جاج، انتما كتشوفوا كنت نشتغل بالحفا، ما كيرميو جاج في الارض، ما كيرميو مسامر، ما كيرميو سلوكه، ما كيرميو والو، حتى الا تهرست لهم شي حاجه كيجمعوها في البلاص وكيحطوها في الجنب ديال الشجره، يعني في القنط نتاع الشجره باش ما تأذي حتى شي واحد، لان هنا بزاف ديال الناس يعني كيتمشاو غير في يعني كتمشاو غير بالحفا، بزاف تاع الناس كتمشاو غير بالحفا لان الاخوان هنايا الغيص، وملي كيكون الغيص الناس اللي كيخدموا في بحال هكا يعني في الفلاحه يعني كيكونوا كيخدموا غير بالحفا، داكشي علاش يعني ما كيرميوش شي حاجه في الارض. مزيان هاد القضيه، مزيانه فهاد الناس هادو. المهم حنا غادي ندخلو لداخل ونكتشفو الفواكه اللي كاينين والخضروات والمسائل كاملة. نتمنوا الاخوان باش نكونوا نرجعوا بسلام، ما نتصادفوش مع شي زواحف ولا شي حيوانات مفترسة. وكذلك نتمنى اننا ما نزلقوش
يعني نتمنى ما نزلقوش الاخوان. هو صراحة راه الغابة كيف ما كيقولوا مليانة الاكوندات وافاعي حيوانات وحشرات. وكاين واحد من الاخوان اللي ديجا تكلمت عليه اللي هو خطير، هو اللي كنخاف منه اكثر لانه ما كيبانش. واحد النمل بحال الزومبي الاخوان، يعني الا دزتي محداه هو اللي كيهجم عليك، هو اللي كيهجم عليك الاخوان. هذه الشجره ديال الكوكا عاد كطلع. عندنا الشجرة ديال القهوة اللي هي هذه الأخوان، ما هي يعني هذه راها قهوة. عندنا هاد الفواكه الأخوان اللي كيطيحوا اللي تكلمت عليهم، ها هي الشجرة ديالهم. هادو راه فواكه الأخوان، فواكه نادرة تقدر تلقاها غير في الفلبين، فيتنام، تقدر تلقاها في كوريا، تقدر تلقاها في مهم في آسيا اللي عندهم الغابة. شحال من واحد باغي يدوق غير هادي يشوف الطعم ديالها كيفاش داير، ولكن هنا يعني هنا صافي الناس شبعوا، يعني صافي شبعوا من هاد الفواكه هادو كياكلوهم. ندخل من هنا، نتمنى من الله ما تعطنا حتى شي. انتم الاخوان شوف على عنكبوت كي دايره، عنكبوت اخوتي هذه كتعض، هذه سامة الاخوان. هذه غنقلب الطريق، واحد العنكبوت ما عمري شفتها صراحة، فيها بحال المسامر في ظهرها، ما عرفتش واش تكون سامة ولا لا. مشي تعضنا هذاك الشيء، علاش الاخوان مشي علاش غنقلبوا الطريق ندخل من هاد القد. هنا الاخوان راني غير كنغامر، ولكن انا حب ديالي هاد الشيء، هذا حب نتاعي المغامرات، كنغامر براسي. راه الا عضتني شي حاجه الاخوان ما كيف ما قلت لكم ما غادي نوصل، غادي نوصل للدار، ما نوصل للطبيب حتى مول الامان يدي امانته. عندنا واحد الفاكهه واحده اخرى، هذه انا راني خيفان الاخوان، ولكن معليش الانسان هو اللي يكون مغامر، انتي اكتشف. هي واحد الفاكهه، هذا عرفتي دايره كيفاش دايره، دايره بحال المزاح، دايره كي بحال المزاح الاخوان. الفاكهه صراحه اول مره غادي نشوفها، الشكل دايره بحال المزاح، نوريها لكم مزيان. هاي الاخوان الشكل ديالها بحال المزاح، الشيا سبحان الله. نحيد وحده، نحيد وحده، نديرها في الجيب حتى نكتشفوها. وفي نفس الوقت هاد الفواكه اللي غادي نجمعو غنديهم لاني، نديهم لاني باش يقولنا حتى الاسماء نتاعها. خليكم الاخوان، انا راه كنكون غادي وكنشوف الحوالي ديالي كيبقاو يتزعزع الشجر وكيتزعزعوا النباتات، يعني حيوانات كتحس بيا على انني داخل وكت كتهرب. شي علاش الاخوان انا راه ما كنرتاح حتى كنخرج بحال هكا على الطريق.
وكيقولوا لي بان الا بغيتي تمشى في الغيس باش ما تزلقش خاصك صبعانك دير لهم بحال هكا، يعني خاص دير بحال هذا الشكل وتزرع هنايا بحال هكا بحال هكا. الطريقه تعلمتها من عندهم باش ما كتزلقش، كنت كندير بحال هكا كنبقى نزلق بحال هكا، ولكن قال لي لا خاصك دير بحال هكا، خاصك ترسك الاصابع ديالك في الغيس باش ما تطيحش. وداكشي اللي كنديرو حتى حنايا، لانني في الاول ما كنتش كنعرف نتمشى بالحفا، من بعد هادي ولا هادي سلمى. سمعت واحد الصوت الاخوان في الشكل، سمعت واحد الصوت بحال شي واحد تابعني، بحال شي واحد تابعني ما عرفتش. دابا الله السلامة، حنا ما كنسمع واحد الصوت لهاد الجهة الاخوان، نتمنى من الله ما يكون شي شخص تابعني وناوي معايا السوء. غنشوفو شكون اول حاجة شكون تابعني. هما هنا الناس ما غاديش يأديو، ولكن ما نعرف، نقدر نتلاقى بشي واحد ما كيعرفني ما كنعرفو. نشوفو كنسمع الصوت لهنايا الاخوان، انا كنت كنسمع الصوت بحال شي واحد كيتبعني هنايا. المهم ما عليناش، حنا ما غندوش عليه، خلو الامور تمشى كما هي، ما نديروش شي ردة الفعل اللي ماشي تلهيه، ولا كانت شي حاجه غادي تاذينا راه مكتوبه. يلا الاخوان خليكم معانا، هذه واحد الحفرة الإخوان كيديروا فيها الجمر، كيصابوا فيها الجمر، كيجيبوا العواد من الغابة كيحطوهم هنا وكيشعلوا العافية وكيغطيوهم، من بعد كيفتحوا كياخذوا داك الجمر كيبيعوه. يلا الإخوان خليني نمشي من لهيه وغادي نوريكم اش كاين تما. هما الإخوان أنا خرجت لهنا، أنا الإخوان خرجت لهنايا نوريكم شنو كاين بعدا. اول حاجه كيف ما كتعرفوا كيف ما وريتكم راه بنان، يعني لا هضره عليه، هانتوما ديجا صورته لكم بنان بعدا، لا كلام عليه. حنا خصنا نشوفوا شي حاجه جديده، شي فاكهه جديده. يلا الاخوان، فاول حاجه الاخوان هنا كيف ما كتلاحظوا هذه قرعه ما كنقولوا حنايا الجايله، يعني غير تاع الله. انتم الاخوان الحشرات اللي كنقول لكم، الحشرات اللي كاينين هذا ما عرفتش صراحه واش السامه هذه ولا لا، فهمتوا؟ يعني هنا كاين واحد الحشرات بالقطره، نصوروا الظهر ديالها، طلبوا الله ما هانتشوش. طلبوا الله ما تلعبناش. هاي حصلت لها الفريسة هنايا، حصلت لها الفريسة، هي غادي تقصيها. شلع عنكبوت كبيرة الاخوان،
شي عنكبوت كبيره شي شش غادي تفترسها هذه الفترسه. دابا واش نمشي نوريكم حيوانات نمشي نقول لكم قلت الحيوانات باش نوريكم الفواكه والخضروات ولا غنشوفوا هاد الخيتي هذه دابا كيفاش دات الفترسه هذه ها ها الفريسه ديالها طاحت ما علينا ما عليناش حنا خصنا نمشيو ما نضيعوش الوقت شنو اخر الاخوان المهم هنا القرعه ها انتم ها انتم الاخوان ها انتم ها القرعه تبارك الله شتي هذا راه قرعه قرعه الحمراء هذه المهم قرعه انتما نوريكم حاجه اخرى الاخوان انتما هالكبال هذه الكبال هذا شتي انتما الكبال نجيو هنا انتما هالقريعه نجيو نشوفوا اخر نبداو نشوفوا اشياء اخرى الاخوان حاولوا ان نصوروا كل شيء في نفس الوقت نختصر ما نديروش الفيديو يعني يكون طويل بزاف يلا خليكم معنا الاخوان عضني النحل عضني النحل الاخوان عضني النحل يو 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 يا خوتي تنشافوا درع عليا الرزوز يا اخوان ويلي نعملوا شي فيديو أما الإخوان غادي نمشيو نحيدو الكوك من الغابة أما الفلبينيين غادي داخلين الغابة نحيدو الكوك شوف هاد البلاصة عامرة كوك هنايا هو البطل هكا قيس هكا طيح ديك اللعبة اللي كيحيد بها الكوك ماضية اللي ولا طاحت على شي واحد هاتي ولا تفرق ليه راسه الله يستر خص بنادم يحضي بزاف شكطح انا بين ان يا كارلو
مرة بالماء. جود جود. جود جود. هرب من حداه مشي تبومبا شي واحد الشكل ضرب في الارض وكتهز في السما. غادي نقصي واحد بلاتي نشربو الماء ديالها. ها كابايا انت نمي بايا مين قصه هذه راه من حيدوها راه سام بابون Let's go, bro. Let's go.